أما في تركيا فعقدت محكمة تركية جلسة الاستئناف لطلاق بطل المسلسل الشهير وادي الذئاب النجم التركي نجاتي شاشماز وزوجته ناجيهان. فشنو سبب هذا الانفصال؟ فهي حالة طلاق وصفتها وسائل الإعلام التركية بأنها غامضة، بعدما طالب نجاتي زوجته بحوالي 10 ملايين ليرة تركية. وجاء في القضية أن الطلاق يعود إلى أن زوجته ناجيهان هزت مؤسسة الزوجية بخطئها الفادح، وبدون ذكر تفاصيل أكثر. وفي بيان محامي الممثل قال أن الطلاق لم يحصل بسبب دخول طرف ثالث أو الخيانة، فهما تزوجا لمدة 7 سنوات ولديهما طفلان علي ويوسف. القاضي قرر حصول ناجيهان على 12000 ليرة شهريا، مع أن يسمح للطفلان البقاء عند والدهم مرة واحدة كل 15 يوم. أما اللي فاجأ زوجته بشراء سيارة فخمة لها يبلغ سعرها حوالي 155,000 دولار أمريكي هو كيفاج ساتليتوغ، وذلك عربون محبة واحترام لها، إضافة إلى تكذيب الصحافة التركية التي ضجت مؤخرا بخبر انفصالهما. لكن الممثل التركي جان يامان فأثار عاصفة من الانتقادات بعد أن تعاقد مع ماركة عطور إسرائيلية ليكون وجها إعلانيا لها مقابل 1.5 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ ضخم جدا. لكن هذا الخبر أثار ضجة كبيرة وهجوم ضده من قبل عدد من جمهوره في تركيا والوطن العربي، خصوصا لصدمتهم لموافقة يامان على هذا الإعلان، خاصة وأنه كان قد صرح أنه يخشى خسارة جمهوره وغضبهم. والآن بدأت حملة إلغاء متابعته من السوشيال ميديا.